انا ماشي حقيقة للحين ما ادري شو بتكون تعليمات صاحب السيارة هذه، هل اواصل ولا ارجع؟ واصلا شكله ما ادري خاف منه، انه في الطريق هذا ما تقدر تأمن تاخذ اي شيء من اي شخص. اوه ربعنا متواجدين ما شاء الله بقوة بعد ها. وابشركم يا الربع اخيرا طلعنا ولله الحمد، الحين بروح نعبي ديزل. ما ادري اذا والله زحمة مبين. طبعا شو الوضع حاليا، في خطة سير لأي شاحنة ترانزيت لازم تمشي عليه، يعني يرسموا لك يسجلوا لك الطريق اللي بتمشي عليه والمسار اللي بتمشي عليه، يقول لك الربع الخالي، بعدها الأحساء، بعدها أبو حدرية، بعدها حفر الباطن، ثم رفحة، ثم عرعر، ثم القريات، ثم الحديدة. لازم تمشي على المسار هذا، إذا ما التزمت بالمسار هذا لا سمح الله صار عندك حادث التأمين ما يتحملك. هذه أول نقطة. ثاني حاجة عندك تتبع موجود، يعني السيارة يعني يتبعوها بالأقمار الصناعية، في حالة أن ما مشيت على المسار اللي مرسوم لك إياه تتخالف فيها مخالفة. أيضا الطرق الدولية إجباري ما تدش في المدن، لازم تلتزم بمسارات خارج المدن في الأغلب، طرق رئيسية. والله زحمة يا الربع، زحمة. شوفوا بين معكم تريلات، أنا والله ما عندي واجد، عندي أربع نقاط. هذه كان ما أسحب مع أصاب مع ديزل، يقول فوق الربع. زحمة وايد، هذه زحمة أربع خمس ساعات أقل شيء تقضيها هنا. الحاصل والله اني بمشي ما بجلس، خلاص حد قالهم يصادقوني. يمكن اسحب مع اصابي. يلا اصاب ايش ضبط امورك واسحب معك ديزل، واحتمال انه يمشي، احتمال كبير انه يمشي، لانه خاصه انا ما عندي حمل خفيف، سياره واحده. امور طيبه باذن الله، دعواتكم بالتيسير يا رب. الحين الساعة 5:15، طبعا ما خبرتكم مشينا من السويق إلى مسقط، ومن مسقط إلى السويق، ثم من السويق إلى الربع الخالي 542 كيلو. ذكرونا في الحديثة بذكركم كم المسافة اللي مشيناها، كل دولة ببلغكم كم مشينا فيها بإذن الله، إذا ما نسيت طبعا، بس إن شاء الله إني ما أنسى بإذن الله. طبعا يا الربع في عداد السيارة موجود كم لتر باقي وكم المسافة، هنا يقول لك موجود 220 لتر يمشيك 608 بس ماشي منه. طبعا المحطة اللي في النص تقريبا 250 كيلو، ان شاء الله يوصل بإذن الله تعالى، ان شاء الله يوصل 250، ان شاء الله يوصل بإذن الله. 220 لتر موجود على حسب العداد، لكن العداد ما تعتمد عليه، ترى ما دائما صحيح. الحمد لله خف الهواء، لو ما خف الهواء ما بمشي، لكن خف الهواء مرة ما في، أول كان كذا واجد، الحمد لله سهلت. ما شاء الله الغروب، وصلنا الى محطة شبيطة ولله الحمد، او محطة 250. والله انا مشان الديزل بس ما في، ما ظل شيء. شوف ها، يعني اخر شرطة واللي توالع صار له وين. يلا الحمد لله سهلت، وقف عب الديزل تسبح وصلي وتيسر باذن الله. الساعة 8:40 دقيقة تقريبا، ان شاء الله يكون شيء ديزل بس. ما لي يرجع لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يوفقكم الله. زين ما شاء الله الحمد لله.
بالمناسبة الديزل ارتفع من 65 سابقا إلى 115 بيصير في المحطات اللي بالمدن. أما هنا هنا يطولين الأعمار ريال 28 هللة ارتفع. يلا يعين الله الحمد لله. طبعا افترض ان الديزل ارتفع في المملكة افترض ان الاجارات تزيد، والله الاجارة صايرة ما تسوي يا شباب للأسف، يعني النقل صاير دمار. يعين الله، الله يرزق الجميع يا رب، الله يعوض على الجميع. هذا وش عندي ما يوصل هذا، هذا يمكن يوصل ولا لا. يلا عاش يا حبيبي، لا تعطلني، صار لك 10 دقائق واخو الله يرضى عليك. كلا لما يجيك الواحد خلص معبي يا اخي حاسب واطلع، لا يظل واقف، ليش ما ادري. السلام عليكم، كيف الحال؟ حياك شويه قدام ان شاء الله. لا لا فل غالي، كم الحين؟ كم فلوس؟ ريال 28. ايوه طيب سوي 500. 500 500 ريال. 500 ريال ايوه، ولا وايد 500 ولا 300، خلي 300 تنسوا 300 بس يكفي 300، بعدين بنعدي منه وقدام ده مرخص 15. كيف حالك؟ طيب طبعا الحرارة الربع 24، ما في جو عادي جميل، يعني ما في برودة زيادة. طبعا الربع النية اني اسبح واصلي واطلع محطة شبيطة، لكن بعد ما سبحت صليت ارتخى الجسم، قلت ها وفي فايدة اهل، خاصة انه ما في مواقف قدامي 300 كيلو ما في مواقف. والله اني بيت نمت والحين متحرك الساعة 3 الحمد لله. مشكلة ما في مواقف قدامي. ما تقدر تصف يمين او يسار الشارع لان كله رملة، تنزل السيارة مباشرة احتمال تغرز، فكان افضل خيار اني ابيت هنا. وثم ان النوم يعني بدري اول الليل افضل، الساعة 9 ممتاز، تحس انك شبعت نوم عكس نوم الفجر، ما تحس نفسك بعدك تعبان مرهق. بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم، الله حي الربع. طبعا في اخبار جاءت من لبنان مو طيبه، يعني الكيان الصهيوني الغاصب قتل 3 قاده من حزب الله، ف
الظاهر ان الامور بتتأزم اكثر واكثر. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يسلم احبتنا واهلنا في لبنان. يعني ما كفاهم اللي سووه في فلسطين، لا بارك الله فيهم، الحين بيدمروا لبنان. الحاصل ان يعني الاوضاع ما بتكون مستقرة. فانا ماشي حقيقة للحين ما ادري شو بتكون تعليمات صاحب السيارة هذه، هل اواصل ولا ارجع؟ لان اصلا السيارة هذه المفروض تكون رايحة قبل احداث او قبل احداث فلسطين، قبل انتفاضة الاقصى، ولكن تأجلت بسبب الوضع اللي صار في فلسطين، والرجال كان يترقب يشوف شو بيصير في لبنان، هل تقل مستقرة ولا، فشاف الأمور تمام رسل السيارة. ولكن للأسف جاءت أخبار أن في اغتيالات صارت في لبنان، فأكيد يعني حزب الله ما بيسكت، بيرد، وإسرائيل بترد مرة ثانية، فظهر أن الأمور بتولع. حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تبقي منهم احدا، اللهم وعقم ارحام نسائهم ويبس اصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وانعامهم، اللهم لا تأذن لسمائهم بقطر ولا لارضهم من نبات يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. حقيقة انا ماشي انتظر تعليمات صاحب السيارة، هل استمر ولا ارجع بالسيارة، ما نعرف حقيقة. ودعواتكم بالتيسير بإذن الله. طبعا الفلوق هذا بينزل على تقريبا 3 أسابيع، ما ادري شو الاحداث اللي بتحصل، ظهرنا في اكشنات قادمة. عسى الله يحفظ الجميع يا رب، والله يحفظ اهلنا واحبتنا في لبنان. حسبنا الله ونعم الوكيل. وصلت إلى مفرق البطحة، صليت ولله الحمد، والحين صار وقت إعداد الشاي، شاي الكرك. طبعا في واحد من السائقين أعطانا حليب جمال، ولكن أعطاه عصام بالضبط، وعصام شكله ما دي خاف منه، أنه في الطريق هذا ما تقدر تأمن تأخذ أي شيء من أي شخص، تخاف يكون أنه ملعوب فيه أو منتهي أو ما محفوظ الطريقة صحيحة. ولكن ان شاء الله ما في الا العافيه، هذا عصام ما حليبك. بسم الله. بجرب اذوق منه بالاول. انا اجيب العيد في الطريق في السفر مشكله، ما تقدر تتناول اي شيء. بسم الله. بسم الله شيء بسيط. بجرب. بسم الله. إن شاء الله أموره طيبة بإذن الله. بسم الله. خلنا نطلع والله يغسلها وصب الشاي. بسم الله. وجهز الحليب يا الحبيب. بسم الله. طبعا فار وكب شوي هناك، لكن أموره طيبة إن شاء الله. بسم الله. إن شاء الله السكر يكون دايب. رايت الحركة، رايتها ها؟ ها؟ شو تروح السيارة؟ وش بالسيارة ذي؟ ما شاء الله. شوف المعدات هذيك، هذا راح يمكن حقول النفط، كأنه مصنع أو شيء. واحدة اثنتين ثلاثة أربعة أربعة تريلات. شوفوا المقطورة كم داير فيها تتوقعوا هذه؟ كلها توادر. هذول يمكن ما يمشوا الا فوقات معينه، ولازم مرافقه لان العرض جدا كبير، 6 متر عرض العرض هذا. طبعا
يعني المرة ما وقفت في المحطة، وقفت في الباركن، والحليب والله ما جاز لي، ما أدري حسيت إني مشكل فيه، ما أدري شو المشكلة معي. في نسبة حموضة شوي، ما أدري، ما جاز لي صراحة، احتياطا والله إني ما شربته. خذيت لي أول رشفتين، شفته ما جاز لي تركته والله. لا اجيني بلا. وين؟ يلا عجل. بسم الله يا رب. وخاف طيب ما تعطي ان شاء الله يصلحك. وغلف. يلا يلا بسم الله يا رب. طبعا الحرارة مبين معي 17 صباح، يعني في نسمة باردة شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفت عند لفة المحدار، انتظر المخلص الجمركي على أساس أحاسبه. تخيلوا تخلص في الربع الخالي وتحاسب المخلص بعد كم؟ يمكن 700 كيلو. انتظروا والله. وقفتي ما طيب، وقفتي ما زين، انا على مشكله منحدر هناك نزله، ما اقدر انزل السياره، الوضع صعب شويه. يلا وينك يا ابو خليفه؟ وينك؟ اتوقع انه من هناك بيجي، هناك في سكنه تظاهر من هناك بيجي. يلا عين الله، ان شاء الله ما يطول. بس انا اعتقد اذا مرت الشرطه يمكن تخالفني، لانه وقف خطا هنا. سهالات بإذن الله. وصلت إلى سلوى الجميلة، وعلى دوار ناخذ يسار إلى الأحساء ثم إلى أبو حدرية. يا ميسر يا الله. الساعة 8:50 توقيت عمان، يعني 7:50 توقيت المملكة. وهذا كورنيش الأحساء، أو كورنيش عذرا سلوى. أصحاب الشاحنات لا زالوا نايمين، بعضهم تحرك، بعضهم سوى إفطار. صار وقت تعبئة الديزل ومر المحطة لك. والله زحمة شوف، ولا نايمين ذولا، ما ادري هم نايمين ولا ماسكين سارة على المحطة. جميل لانهم واقفين. شو الوضع؟ والله نايمين. نايمين يا جماعة. الحمد لله، يعني الأمور سهلت. المحطة ذي صار شغالة ولا لا؟ بما أن هذا طلع خلنا نوقف هنا. بسم الله. بسم الله.
كيف حالك؟ طيب؟ مظبوط؟ كم فلوس مني ديزل؟ 117. سوي فول ثاني خزان ثاني. تسرى منك. ايوه فول. عش. ان شاء الله يوصل. ريال 17 هذا له يعني زاد هللتين. طيبة في العديد كم كان؟ ريال 28 هللة 10 ريال عشت. بس ما مشكلة خلي هون ما مشكلة ما مستعجل خلنا نسوي الفول. عشت. شوفوا اللي بالله هالدراجات جاي من الامارات ما شاء الله واحدة اثنتين ثلاثة اربعة وش يسموهن ذولا؟ وش الالوان الحلوة ما شاء الله الله يحفظكم اسود واحمر واخضر واصفر وش الحركات ما شاء الله الله يسعدهم. بوقف المحطة هذه اليوم الخميس طبعا باقي ساعة ونص عن ينزل الفلوق فبغى اضبط الترجمة وشوية امور قبل لا ينزل الفلوق عساس ما اتأخر عليكم. الحين اشكالية في يعني ما منتجت الا هذا الحين بدش بعد كذا الاردن وسوريا ولبنان ما ادري هل بيكون في ارسال ولا ما في. فاقل شيء احتاج اني اضبط ثلاثة فلوقات اجهزهن واضبط لهن التوقيت تايمر ارسال ينزلن حتى لو ما كان عندي ارسال ينزلن. فما ادري والله الوضع صعب ما شاء الله. شوف اشجار النخيل تبارك الرحمن عمار يا المملكة عمار ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن ذا الخزان. شوفوا ذا التريلة وهذا لا ثنتين احتياط يمكن ما شاء الله. شوفوا كم تاير فيها هذه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف البحيرة شوفوا تبارك الرحمن ما ادري شو السبب هذه قبل القبيل ما ادري بسبب الامطار يمكن ولا شو اصحاب المنطقه بلغونا شو السبب البحيره هذه ما شاء الله. ما شاء الله لا وطيور موجودات بس ما اتوقع يبين بالكاميرا وصلنا الى النايرية يا الربع الظهر مهرجان هنا او شيء والله يمكن اني اوقف اصلي واتغدى الا ما خبرتكم نسيت قدر الضغط الكهربائي والله نسيته يا الربع
ما تذكرت الا في المنفذ. انا وديت سياره، وديت على الغسيل وحطيت شو اسمه، نزلت الاغراض ومن ضمنها قدر الضغط، والله ما انتبهت عليه الا في المركز في المنفذ. يلا يعين الله، شوف ان شاء الله يكون ذا اموره طيبه ذا المطعم. والله يا ربع وديني اروح اشوف ذا المهرجان، مهرجان الربيع، بس ما ادري والله وقفت هنا مسموح ولا ممنوع، خايف خايف اتخالف. وش رايكم اروح كذا اطلطله؟ يلا مشينا. والله زحمه يا الربع، ها مهرجان ربيع النعيريه، اروح اشوف داخل فيه هنا وفي الجهه الثانيه ايضا في خيمه، بشوف هنا سريع بعدين بدي سالفه. مهرجان ربيع النعيريه، والله ظهر مخلص على نهايته. شوف هناك شل الالعاب، يمين ولا يسار؟ ايش رايكم؟ السلام عليكم. الظاهر هذا مي ملابس ومستلزمات نسائية، ما لنا حاجة فيها. طيب وين رايح يا الحبيب؟ توني واصل انا، شليت العابك ولا جلسات ذولا؟ جلسات. والله الحاصل هناك نفس الشيء. يمكن هناك اكلات شعبية و كذا. سريع سريع ما عندي وقت. يا سلام، وش سموه هذا؟ معنا يسموه سقن احنا، او سقه حق اللبن، مغضوف فيه اللبن. كافيهات وجمعية خيرية، مستشفى، هناك في مخيمات. الظهر في مسرح هناك، اللبان العماني ومشتقاته العمانية متواجدين، صدقوا هذا كله هني الحلوى العمانية. طيب اللبان العماني، القهوة والبهارات، العطور العمانية وفور الطياب. أوه ربعنا متواجدين ما شاء الله بقوة بعد، ها ما شاء الله عليهم، الله يعطيهم العافية. السلام عليكم، حياكم الله، يعطيك العافية. ربعانية في يوم الترك، سلام. وهنا يا الربع كافيهات، علي بابا يمكن اسمها. هذه الجلسات المنتشرة الحين في السعودية، شفتها في وين؟ طريق الرين، يستأجروا نفس هذه جلسات كذا شفافة. اغلبها مقاهي ومثل كذا، بس اتوقع ان في اشياء شعبيه، يمكن في الخيام هناك اللي ذاك الصوب بمر عليهم. الورد من هنا يا ورد الله، هناك في الظهر كان اسواق او شيء، هناك العاب اطفال. هذول الجماعه تضف عفشهم ذولا ولا شو؟ لا هذا شاورما، شاورما هنا ما شاء الله. هذه الجلسات والعاب اطفال.
اشوف الخيم اللي هنا، شوفيهن، اتوقع ان ملابس او شيء. هذا الظاهر بيت الرعب. عجبتني الأرضية هنا، نقوشات جميلة عليها. أيوة هذا الحين أنا أقول يعني مهرجان الربيع، لكن ما في شيء يدل على الربيع. الحين ما شفنا هالورد. أيوة سلام عليك، الله يسلم هاليدين، سلام عليكم. إيه هذا يدل على الربيع، الباقي كله مأكولات. هذا بيت وش؟ شفتوا هذا حق الشاورما ما شاء الله، شاحنة كبر جاي. ايوه الحين الحين ينزلوا على المساء من برد الجو، بدوا ينزلوا. هذول الظاهر انهم مخلصين ولا شو، مسابقات والعاب. ايوه شكلهم تو بادي المهرجان، بس هذا الزر. يا سلام، ظهرنا الاشعه الشمس. ايوه كذا اجمل تصوير. معناته هذه الخيمه الرئيسيه. هنا ايضا الورود، منتجات محليه. هناك الظهر مسرح موجود.